السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي التلاميذ، أهلا وسهلا بكم في سلسلة الدروس التعليمية للسنة الأولى في مادة الرياضيات، لنكون من خلال هذا الدرس مع جدول بيتاغور للجمع، إذا دعونا نبدأ ونستكشف معا استكشف، أساعد هدى على مواصلة تعمير الخانات الزرقاء صفر زائد تسعه يساوي تسعه واحد زائد ثمانيه يساوي تسعه اثنان زائد سبعه يساوي تسعه ثلاثه زائد سته يساوي تسعه اربعه زائد خمسه يساوي تسعه خمسه زائد اربعه يساوي تسعه سته زائد ثلاثه يساوي تسعه سبعه زائد اثنان يساوي تسعه ثمانيه زائد واحد يساوي تسعه تسعة زائد صفر يساوي تسعة. ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن مجموع جميع الكتابات الجمعية يساوي تسعة في كل مرة. أتدرب أولاً أتم مستعيناً بالجدول تسعة زائد تسعة يساوي ثمانية عشر ثمانية زائد ثمانية يساوي ستة عشر تسعة زائد ثمانية يساوي سبعة عشر ستة زائد ثمانية يساوي أربعة عشر ستة زائد خمسة يساوي إحدى عشر أربعة زائد اثنان يساوي ستة سبعة زائد ستة يساوي ثلاثة عشر تسعة زائد واحد يساوي عشرة ثانيا اعمر الجدول والون الخانات التي بها نفس العدد بلون واحد اوظف اكتب العمليه المناسبه لكل خانه ملونه

ثمانيه عشر اكبر من خمسه عشر اكبر من ثلاثه عشر اكبر من تسعه اكبر من سته اكبر من اثنين اقيم اتم الجدولين بكتابات جمعيه